السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر. تصدر وسم نازلين الساعة 3 قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، وتجاوز 85 ألف تغريدة بعد دعوة محمد علي المقاول المصري للنزول إلى الشوارع الساعة 3 يوم الثلاثاء للمطالبة برحيل السيسي. دعا المغردون لاستمرار التظاهرات وعدم إيقاف عجلة الثورة ليتحول الوسم إلى تظاهرة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من توقيت التظاهرة الحقيقية أو التظاهرة المطلوب أن تكون في ذلك الوقت. قال محمد علي في فيديو الأمس: لازم ننزل عشان ننقذ مصر، السيسي من السيسي وأولاده، بكرة الساعة 3 وقت خروج الموظفين، مستحيل إن حد يقدر يعمل حاجة لأي حد. ده كان كلام محمد علي بالأمس، ولكن التحرك لم يكن على الوجه المطلوب. هناك بعض الصور انتشرت لتظاهرة في شارع طلعت حرب بالتحديد في وسط البلد، لا يعلم مدى صحتها أيضا، وهناك يعني بعض التظاهرات البسيطة جدا خرجت في أو تظاهرة في الإسكندرية. لكن هو الحقيقة لماذا أصبح التجاوب بطيء مع محمد علي؟ هذا سؤال مهم يعني الإجابة عنه في هذه الأيام، الأيام اللي الشعب المصري حقيقة يعيش حالة الغضب الحقيقية من نظام السيسي بعد كشف كم الفضائح وكم الفساد الهائل الذي تحدث عنه محمد علي، وهذه الكوارث التراكمية التي عانى منها عموم الشعب المصري، وربما كسر حاجز الخوف في الجمعة قبل الماضية. ولكن لماذا التحرك لم يكن واسعا؟ لماذا لم ينتشر الشعب في كل المحافظات وفي الميادين وفي الشوارع الكبرى؟ هذا سؤال مهم، والإجابة عنه ربما يعني ليست بالسر الكبير، لأنه الخنقة الأمنية والقبضة الشديدة والقمع والاعتقالات التي حدثت منذ الجمعة قبل الماضية وحتى ربما أول أمس هو السبب الرئيسي في تأخير ربما أو تأجيل هذه التظاهرات. لكن هل هذا يعني أنه الشعب راضي عما يحدث في مصر؟ هذا طبعا بالتأكيد لا، لأن الجمعة قبل الماضية خرجت الناس وكان هناك حالة ترقب كيف ستتعامل قوات الأمن. ربما تفاجأت قوات الأمن بهذا النزول، لكن خرجت الناس في الشوارع، هتفت الناس بهتافات ربما غابت عن الشارع المصري لسنوات، ربما على الأقل 4 سنوات أو يزيد. عادت هذه الهتافات مرة أخرى لتدوي وتنتشر في الأفق، وهذا دليل كبير جدا على رفض عامة الناس. طبعا التفاعل أيضا على السوشيال ميديا هذا أيضا يعطي مؤشر على مدى الغضب وانتشار وتوسع غضب الشعب المصري، لأن هذه الجهة وهي جهة السوشيال ميديا ربما جهة آمنة أكثر بكثير من النزول للشارع، لكن الغضب موجود وعدم الرضا بالأحرى هو السائد. لكن كسر حاجز الخوف هذا مكتسب، أعتقد أنه مكتسب كبير تم تحقيقه في الأيام الماضية. سقوط هيبة النظام من قلوب الناس أعتقد ده مكتسب، سقوط ربما هيبة السيسي التي أراد أن يصنعها لنفسه هذا أيضا مكتسب كبير. هل يمكن البناء عليه؟ هل
يعني تساؤل، هل يمكن البناء على ما تحقق في الأيام الماضية؟ هل عدم خروج الناس بالشكل الذي كان منتظرا ومتوقعا يحدث حالة إحباط أو يأس، أم أنه ده مرحلة من المراحل؟ خلينا أيضا نتابع معكم مشاهدين الكرام هذا الفيديو لمواطن مصري وبالأخص بورسعيدي شجاع، وثق حالة مداهمة بيته ليلا بالفيديو أثناء حديثه مع يعني وقال إن هم من المباحث جاءوا لخطفه في منتصف الليل. كان هذا المشهد مشهد دراماتيكي الحقيقة، عندما يوثق هذا المواطن من أتوا للقبض عليه في منتصف الليل. خلينا نتابع لأنه الكليب الحقيقة فيه تفاصيل كثيرة حكاها هذا المواطن البورسعيدي. خلينا نتابع ثم نعود. عنديش حد بيت. انت مين؟ المباحث. مين يعني في المباحث؟ المباحث مين حضرتك؟ مين حضرتك بعد اذنك؟ انت مين؟ افتح الباب بعد اذنك. انت مين بعد اذنك؟ افتح الباب. انت مين؟ انت مين يا فندم؟ انت مين؟ يا بيه عرفني بعد اذنك انت مين؟ اقول لك لما تفتح الباب الحق من الشخصيات الاول عشان تعمل بعد اذن حضرتك انت مين؟ افتح باب يا استاذ. امر من نيابه معايا كل حاجه معاك. بعد اذن حضرتك اشوف. افتح حبيبي الاول. بعد اذن حضرتك اشوف. طب افتح. بس ما وريني. طب مين؟ اعرف مين انت جاي تخطفني من البيت؟ عرفني يا بيه انت مين؟ انت مين؟ عرفني. افتح. عرفني بعد اذنك انت مين؟ يعني انت عارفني. انت جاي تقبض عليا يعني ولا ايه؟ طب امال ايه؟ افتح ازيك. عرفني تقوم انت مين؟ يلا كبير. يلا ازيك. شباب بعد اذنك عرفني انت مين؟ عايز اعرف انت مين؟ اقول لك كل حاجه. يا حبيبي اعرف انت مين؟ عيب انت راجل محترم. يا بيه ما انتوا ممكن تكونوا عصابه جايين تخطفوني، عايز اعرف حضرتك انت مين؟ راجل محترم. طب اعرف بعد اذنك كارنيهك. طب اعرف انت مين؟ حبيبي كل حاجه. معلش افتح الباب ما ينفعش، لازم توريني حضرتك انت مين؟ ليه مين معاك جوه؟ مين معاك جوه؟ معايا اسرتي طبعا. خافش. لا طبعا. وريني حضرتك بعد اذنك كارنيه. انت في ايد امين يا فندم. وريني انت مين؟ هقول لك حالاً. لا عرفني حضرتك انت مين؟ بعد اذنك عرفني انت مين؟ ما ينفعش، ما انا ممكن اكون مخطوف. عرفني بعد اذنك انت مين؟ ما تقلقش، انت في ايد امين وبلد امينه. حضرتك معلش عرفني انت مين؟ احنا ناس جايين من المحافظه وناس جايين من الاسكان وناس جايين حاجتين. يا فندم اهلا وسهلا، شرفت. عرفني بعد اذنك انت مين علشان ابقى عارف انتوا ممكن تكونوا جايين تخطفوني مش كده؟ مش عايز توريني طب الكارنيه اللي كارنيه ليه؟ هوريك كارنيه حبيبي كل حاجه. طب وريني كارنيه بعد اذنك. كارنيه وامر نيابه بعد اذنك. نعم. ايوه راجل محترم وانا عارف ان انت راجل محترم. طب يا بيه ما واظن يا استاذ هيثم. اه. ما ينفعش ان انا اخش اخطفك ولا اخش احمل الكلام ده كله وهتكلم معاك بهذا الاسلوب. يا فندم انت مين؟ انت راجل محترم وانا عارف انت مين يا فندم. افتح الباب وخلي يعني طريقه المجال في الكلام مش بين القضبان، عيب. لا اعرف حضرتك مين بس. حبيبي انا 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 يا باشا وريني كارنيه. قلت لك ان انا شرطه. افتح يا باشا اهلا وسهلا، وريني كارنيه بعد اذنك اعرف انت مين. كل حاجه بس مش بالمنظر ده، مش بالمنظر ده، عيب. انت راجل محترم. بقول لك انا عارف انت راجل محترم يا فندم. لازم اعرف مين حضرتك قبل ما افتح الباب. قبل ما اخش الباب وقبل اخش من الباب. طيب وريني كارنيه بعد اذنك وامر النيابه بالقبض اذا كان فيه. والله ما في قبض. امال ايه يا حبيبي؟ لا لا بعد الشر. امال ايه؟ طيب انت خايف من حاجه؟ نعم. انت خايف من حاجه؟ ايوه يا فندم. والله ما خايف. لا طبعا. انت في وريني بعد اذنك كارنيهك وقرب الضبط والاحضار. على فكره انا عايز اقول لستك على حاجه. انت بابك كان مفتوح. باب ايه؟ باب الشقه. يا بيه انت كسرته. لا لا ما كسرتوش. الباب مستحيل يكون مفتوح. طب اقفل الباب كده. يا بيه انت كسرت الباب. طب اقفل الباب. اقفل الباب ايه؟ وانا واقف معاك اهو. انت ازاي تكسر باب اصلا؟ اقفل الباب بتاعك اهو. يا بيه بعد اذن حضرتك انت مين؟ انت مين؟ مش ده باب الخشب بتاعك؟ يا بيه انت مين؟ مش ده باب الخشب بتاعك؟ انت مين؟ اقفل الباب بتاعك كده. انت مين؟ عرفني حضرتك انت مين؟ هعرفك كل حاجه. هعرفك كل حاجه بس انا مش هتكلم مع شخص محترم زيك
بين مش بعد بروح. انت مين؟ ما انا يمكن حضرتك جاي تسرقني، جاي تخطفني، جاي تعملني. يا باشا عرفني انت مين، مين حضرتك؟ فاهم ستك كل حاجه. هو انا لو جاي اسرقك هفضل اتكلم معاك يا بيه؟ انت راجل غريب جاي على الباب بتاعي بتقول لي افتح الباب، كسرت الباب وبتقول لي افتح الباب. طب اقفله كده، اقفله 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 يا بيه لو سمحت. يا استاذ هيثم انا بقول لك اقفل. كل الكلام ده ملوش اي لازمه يا بيه، كل الكلام ده ملوش اي لازمه. لو مكسور يبقى حق يا بيه، كل الكلام ده ملوش مش قلبك. كرنيهك بعد اذنك. اقفله يا بيه، كرنيهك بعد اذنك. استاذ هيثم يا سيدي، عشان الجيران ما ينفعش عيب. هو انا لو حرامي مش هقدر ازعل. انت ازاي تكسر اللمبه كمان؟ ارجع بس لورا كده خطوتين. طب كسرت اللمبه ليه؟ ارجع ورا خطوتين. كسرت اللمبه ليه؟ ارجع ورا خطوتين بعد اذن سيبتك. معلش معلش، ارجع ورا خطوتين. بتخاف؟ ارجع ورا خطوتين يا بيه. الحوار ده ملوش اي لازمه بعد اذن حضرتك لو سمحت. كرنيهك استاذ هيثم، ارجع ورا خطوتين يا بيه بعد اذنك. انت قلت لي مباحث المناخ، لو سمحت بعد اذنك. كرنيهك ممكن تسمعني؟ ممكن تسمعني؟ اه. ارجع اول خطوتين واقفل باب الخشب بتاعك. لو باشا بعد اذنك اسمع بس، لو مكسور ما تفتحش. انت بتتكلم كده احنا بكل احترام مع كده انت كده لا لا لا, لا انت كده بتزود الشك. لا خلاص بعد اذن حضرتك. انت مين؟ بس انا عمري في حياتي ما هتكلم معاك بالشكل وانت قافل الباب ده. يا باشا بعد اذن حضرتك. لا يجوز. لو سمحت. لا يجوز. لو لا يجوز والله. يعني انت كده ما بتحترمناش يا بنت. انت مين عشان احترمك؟ انت أنا مين؟ انا بحترمك انت كشخص. باشا انت مين؟ انا عرفتك بهويتي كل حاجه يا فندم. انا ما اعرفكش. انا عايز استاذنك في حاجه. لو سمحت. لو سمحت. عايز استاذنك في حاجه. ارجع ورا خطوتين وقف الباب الخشب. لو سمحت. لو الخشب مكسور. لو سمحت يا بيه، لو سمحت. الباب ده انا لما جيت لقيته مفتوح ولا مقفول؟ باب الخشب. انت سايبه مفتوح. الباب والله سايبه مفتوح. يا حضرتك سايبه مفتوح. لا 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 استاذ هيثم، مسيبه مفتوح والله حبيبي. ارجع ورا خطوتين وقفل. بعد اذن حضرتك ده امر نيابه يا بيه، لو سمحت. ده امر نيابه. ارجع ورا خطوتين وقفل. ارجع ورا خطوتين وقفل يا فندم بعد اذنك. بس عشان مش انت عمال تسجل والكلام يا فندم بعد اذنك لو سمحت. استاذ هيثم انت عمال تسجل وانت بقى ضمن التسجيل. ارجع ورا خطوتين واقفل الباب. لو الباب ما اتقفلش زي اي باب، ما تفتحش الباب ولا هنزل. بس انا بقول لك اهو، تقفل الباب كده يا باشا. ارجع ورا. انا كده بعد اذنك. بس يا فندم بس اسمعني يا ماما، هاتي لي بس بعد اذنك. هاتي لي هاتي لي هاتي لي يا ماما بنطلون. هاتي لي بتاع ده يا استاذ هيثم. انا عايزك قبل ما تتبص شرب بس شب شب وهاتي لي شنطه. يعني كده وانت قافل الباب انا عايز اثبت لك ان مفيش اي يا بيه. اثبت لي شخصيتك الاول. انا قلت لك شخصيتي انت برضو، يعني قلت لك شخصيتي وانت برضو قافل الباب بالمنظر ده. يا بيه اثبت لي شخصيتك يا فندم. انت ما اعرفكش عيب يعني يا فندم. انت مين؟ وانا عارف ان انا محترم، بس عايز تقفل باب الخشب بس قبل ما تقعد تتكلم تقول انا كسرت الباب. بعد اذن حضرتك. انت فتحت الباب ولا لا؟ انا عمري ما اكسر الباب. زقيت الباب وفتحته ولا لا؟ حبيبي مفتوح يا حبيبي. الباب كان مفتوح. اه والله كان مفتوح. لا بعد اذن حضرتك انت خبطت الباب. طيب خبطت خلاص. الباب يعني كسرته وفتحته. يعني لسان اتكسر. ماشي بعد اذنك. يعني ده اتكسر. شاور كده ده اتكسر. ايوه يا بيه اهو. فين اتكسر اهو؟ طب ارجع كده اهو. ارجع ورا. ارجع ورا كده ما تفتحهاش. بس ارجع ورا واقفل الباب. لو ما اتقفلش ما تفتحش الباب وانا همشي. انا بقول لك كل حاجه مظبوطه. يعني انت مين يا بيه؟ هيكسر الباب ازاي وهو بحاله؟ انا مش عارف والله يا بيه. انت مين؟ استاذ هيثم بعد اذنك بطل الكلام. انت كلام ناس يعني اصغر منك بكتير يا بيه. انت مين؟ افتح الباب وكلمني زي ما بكلمك. يلا انا لو حرامي يا استاذ هيثم مش هقف على الباب ولا هقف على باب العماره اقعد اتكلم بالمنظر ده كتير. انا لو حرامي اول ما هتفتح الكلام ده هطلع اجري. اظن يعني الكلام واضح. انت مين يعني. يا باشا انت مين؟ افتح لي الباب، عايز اتكلم معاك. او تعالى اتكلم معايا بره زي ما انت عايز يا فندم. انت مين؟ لا مش عايز اخش الشقه. مش عايز اخش الشقه. تعالى يا باشا اتكلم معايا بره. اتكلم معاك بصفتك ايه يا بنت؟ مين بصفه ان انا جهه امنيه؟ طيب اهلا وسهلا حضرتك. وريني كرنيهك بعد اذنك. وريني امر النيابه بالقبض اذا كان في امر نيابه. اه وريني كرنيهك. انت قافل الباب بالمنظر ده. انت مش محترمنا. بقول لك مش محتاج جهه امنيه. تمام يا حبيبي. البس البنطلون بتاعك وعايز قول انت عايز. انت بتكلم مجرم. ايه هو اللي مش محترم جهه امنيه؟ انت مش محترمني انا يا باشا. بعد اذنك قول لي. بعد اذن حضرتك معاك امر من نيابه. بعد اذنك امر من نيابه وكرنيه. هو استاذ هيثم. استاذ هيثم نعم. هو انا دخلت الشقه. انا دخلت الشقه عشان انت جاي تعمل ايه دلوقتي؟ انا دخلت الشقه. انت جاي تقبض عليا؟ لا والله. امال جاي تعمل ايه؟ عايز اتكلم معاك. انا ما خدتش قرار اذن اصلا يا باشا. طب عرفني انت مش هخشها يا استاذ هيثم. طب الورق اللي معاك ده ايه؟ ده ورق ابيض. طيب اتفضل باشا. طب اتفضل عشان الجيران. انت واقف ليه؟ طب ما تيجي استاذ هيثم. مين اللي عايزني؟ مين اللي عايزني في الاسم؟ رئيس مباحث. رئيس مباحث المناخ. رئيس مباحث. رئيس مباحث المناخ. ايه يا ماما رئيس مباحث المناخ؟ خالد محمد.
باشا هيثم، تشرفت. سلام الله. دون دلوقتي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين اللي حصل دلوقتي ان انا فوجئت ان في ناس جم البيت عندي. خلاص انا هيثم واجي طويله، فوجئت ان في ناس جم البيت عندي كسروا الباب الخشب زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. طبعا في باب حديد وفي كاميرات مسجله طبعا الحوار اللي حصل والناس اللي موجوده وشخصياتهم حضراتكم عارفينها. واضح جدا ان لا احنا عارفين دول مين خلاص، ولا معاهم ضبط واحضار، والراجل بيقول لي تعالى دردش معاك بره، خمس افراد بيقولوا ان هم مباحث المناخ. لا انا اعرف الناس دي مين ولا عمري شفتهم قبل كده. بقول لهم انتوا ممكن تكونوا جايين تخطفوني، بيقول لي بص من الشباك شوف في عربيه شرطه بره. في بالفعل عربيه شرطه بره، ولكن الناس دي انا ما اعرفهاش. فطبعا وارد جدا هم دلوقتي هيجوا يكسروا الباب، والمفروض ان هم هيجوا يقبضوا عليا. طبعا احنا انتوا عارفين كويس قوي ان هيثم وجيه طويله منسق رابطه الاسكان، واحنا الحمد لله ولا علينا قضايا ولا في اي تدقيق امني او 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 مفيش اي حاجه. تمام، فانا مش عارف ايه الوضع، ودلوقتي اصبح الخطف في نص الليل هو المتبع في الوقت الحالي. شكرا ليكم. لو جم تاني، لو كانوا نزلوا اصلا، لو جم تاني هنشوف برضه، هنعمل بث مباشر ونشوف الدنيا ايه. انا بس بعمل البث المباشر ده عشان حضراتكم تشوفوا الشخصيات اللي جايه، وما نبقاش رحنا فطيس يعني. كل واحد بقى ما يباتش في بيته يعني. اي واحد بيقول كلمه حق او بيدافع عن حقوقه في الاسكان او في غيره او في غيره ما يقعدش في بيته، لان ممكن يتخطف بالشكل ده. شكرا ليكم. تابعنا وياكم مشاهدينا الكرام هذا الفيديو لهذا المواطن البورسعيدي الحقيقة الشجاع، اللي يعني بحيلة ما بوضع باب حديد خلف الباب الخشبي منع مداهمة ليلية تحدث مع الأسف كل يوم خلال هذه الأيام. يسعدنا أن نرحب بضيفنا انضم إلينا عبر الهاتف دكتور عبد الموجود الدرديري رئيس مركز الحوار. دكتور الدرديري أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. دكتور درديري، في البدايه في اي اطار تابعت فيديو هذا المواطن المصري البورسعيدي بالتحديد الذي صور هذه الحاله، حاله محاوله لاعتقاله او محاوله خطفه كما سماها الاستاذ وجيه طويله؟ والله تحيه اجلال واكبار لهذا الشاب المصري الرمز، هذا الشاب اللي أعطى قدوة ماذا تعني أن تكون إنسان مصري. أنا أشعر بالقهر الآن، لأن رجل أمن هو رجل عصابة، هذه ليست دولة. هذه لو في أي بلد محترمة كان من لحظة إلا قال له هات الكارنيه كان طلعه ويرميه تحت الباب عشان يشوفه، وبعد ما يشوفه من حقه يفتح الباب او ما يفتحش الباب. ده مواطن، ده المواطن هو اللي بيدفع الفلوس للضابط الغير محترم ده، الضابط الارهابي ده، البدله اللي لابسها دي هو بتاعها المواطن المصري، العربيه اللي تحت دي اللي حاطط فيها البنزين، واللي مشتري فلوسها هو المواطن المصري. أشعر بالضيق الشديد إن إنسان المصري يعيش في هذا إرهاب. هذه ليست دولة، مستحيل تكون دولة، هذه عصابة، عصابة مجرمة. حقيقة أنا حزين إن الوضع يصل في مصر لهذا الحال، هذه حالة مأساوية، إن البلطجة تصل لرجال البوليس. رجل البوليس ده غير محترم، ده رجل قانون، رجل ينفذ القانون، يخاف من ايه؟ يا جاي معاه قرار نيابه يا اما يمشي يتحرق. ايه هو احنا هنعيش عبيد لحد امتى؟ تحيه لهذا الشاب، هذا الشاب دور طلب قدوه، طبعا صعب ان كل الشباب هو الضابط يبلغه بانه يريد فقط الحديث معه. يعني الحديث معه خارج المنزل الساعة الثانية منتصف الليل. يعني ايه يجي يكلمه الساعة 12؟ مش عايز اكلمه.
هو في كلام بالعافيه؟ وبعد كده تجيب خمسه وعايز تاخدني بقى وبعد كده تختطفني وبعد كده تخلي اهلي يتعذبوا ويلفوا على كل اقسام البوليس ليه؟ هو انا اجرمت فيه؟ اذا اجرمت هات لي قرار نيابه. طبعا لان المنظومه الفاسده ممكن ياتي بقرار نيابه فاسد وممكن يضعه في السجن فاسد، وانا عارف شعور هذا الغلط لان انا عشت هذه التجارب الاليمه. هذا اجرام، اجرام بمعنى الكلمه في حق ابناء مصر، هذا اجرام لا يجب السكوت عنه، لازم يصل لكل منظمات حقوق الانسان، ده ارهاب. انا لا اعتبر هذا الا ارهاب، انا واقف انا قلبي مع هذا الشاب طول من ساعه ما سمعته بيتكلم، هذا الشاب كان قمه الادب لكن قوه، قمه في القوه كمان، كان مؤدب للغايه، كان بيكلمه يا بيه قول لي انت مين؟ اديني كرنيهك، ده ابسط حقوق المواطن انه يعرف اللي هو معادله صعبه، مع حقيقه حقيقه انا حزين عليك يا مصر والله، والله حزين، حزين جدا ان الانسان ملوش قيمه. ليه؟ مع تزايد وتيره الاعتقالات الايام الماضيه دكتور عبد الموجود، حتى لو كان هناك بعض الإفراجات عن المواطنين الذين تم القبض عليهم خلال الأسبوعين الماضيين، تزايد أعداد الاعتقالات بهذه الطريقة، كثرة المداهمات الليلية، اعتقال كبار السن حتى من الرجال وأيضا من النساء، هل ده يمكن أن يخمد الغضبة التي يعيشها الشعب المصري في هذه المرحلة؟ بس يعني في فترة مبارك وفترة السادات وفترة عبد الناصر هم يعملوا على تخويف المواطنين، يعني هم معادلة قاسية، معادلة سيئة. هم المفروض يخدموا المواطنين، الرئيس الدولة هو خادم، مرتب رئيس الدولة يخرج من أبناء الشعب، مرتب رئيس الوزراء، مرتب رئيس مجلس الشعب، مرتب أعضاء مجلس الشعب، مرتب وزير الداخلية، مرتب ضباط الداخلية يخرج من الشعب، هم المفروض يكونوا خدم في كل البلاد المحترمة، هم يسعوا في التخويف، لكن عمر التخويف ما أول دولة عمره، يعني أنت بتخلق الجبنة ليه؟ أنت يعني إيه لما، هل لما الشعب يخاف منك هل ده مكسب ليك؟ إزاي هيقدر يبني الخايف ده؟ الإيد المرتعشة لا تبني، الإيد الجبانة لا تبني، أنت بتزرع فيه الجبن وزرعوا فينا الجبن المجرمين دول، خلونا نقول لبعض إن الحيطان ليها ودان، هذا الإجرام لا يمكن يكون له مستقبل، ومصر ستسير في الفشل إلى الفشل طالما القيادة السياسية تزرع الخوف بمواطنيها. فلذلك أنا لا أستبشر خير بمستقبل هذا النظام، لأن النظام مبني على الخوف، مبني على الإرهاب، هذا حكم عصابة. لو هناك قانون في مصر كان يجب أن يحترم من رجال القانون، أما إن رجال القانون يخالفون القانون ويطالبون المواطنين ان يحترموا القانون، سيدي الكريم هم اعتقلوا الناس بدون سبب وافرقوا للناس بدون سبب، هذا هو يريد ان يقول انا ربكم الاعلى، انا املك اسجنك واملك افرقك، هذه الابسوليوت باور معناها ابسوليوت كوربشن، سلطه مطلقه، فساد، فساد مطلقه ملهاش حل، لابد مثل هذا النظام يسقط ان لم يكن اليوم غدا. الخوف ده هيعمل ايه؟ هيربي قهر، هذا القهر انا اذكر، لكن هو لكن النظام راهن على هذا السلاح منذ 6 سنوات وحتى الان دكتور عبد الموجود، ما الذي يمنع ان يستمر بنفس سلاح التخويف ليستمر معه النظام؟ الذي يمنع تجارب التاريخ. انا في 2010 كنت مراقب لحقوق الانسان للانتخابات، القهر اللي عملوه في انتخابات مبارك لا يمكن، انا وصلت للنتيجه اني ما فيش امل في 2010. انا في 2010 بعد الانتخابات لا اخفيك سبت مصر وقلت مستحيل يكون في امل، وجيت ادرس هنا في الولايات المتحده وفعلا بدات التدريس. ف 2011 حدثت الثوره، فاياك تظن ان هذا التخويف
الإنسان له مقدرة على التحمل. إذا زادت هذه المقدرة هو بينفجر. ده القطة بتخربش. فما بالك بالإنسان. لذلك من الأهمية بمكان ألا نفقد الأمل، الأهمية بمكان نحيي هذا الشاب البورسعيدي، هذا الشاب القدوة، هذا الشاب الفخر لكل مصر، هذا الشاب اللي علم مصر كلها وكل من يسمعه إن من حقك ما تفتحش بابك، ده بيتك، ده خصوصيتك، دي أمك وأختك وزوجتك موجودة جوه، إزاي تخلي مجرم واقف على الباب مصر إنه يدخل؟ هو حد هيجيلي من البيت الساعة 12 يفرض نفسه يا أستاذي أنا أعيش في الولايات المتحدة منذ هذا الانقلاب، إذا جالي حد من البوليس أو حد من التحقيقات الأمريكية بيقول لك قبل ما يتكلم بيطلع كرنيه، أنا مش لازم أطلبه، وبعد ما يطلع كرنيه ممكن أقول أنا مش فاضي دلوقتي، تعال لي تقرأ، تعال لي بعته، أو قابلني في أي مكان، مين يدخل بيتي؟ بيتي ده قصري، بيتي ده عرضي. هو لما بيكسر الباب المجرم، لما بيكسر الباب هو مش عارف انه انتهك عرض البيت، دي حرمه، دي حرمات، ده 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 الكفار قريش ما كانوش يعملوا كده، ده لما حبوا يوسعوا الكعبه فرضوش ياخدوا بيت الناس التانيين عشان منهم ما يتظلموش. هذه اخلاق بشر. هؤلاء الناس فقدوا معنى البشريه. نتكلم الآن دكتور دلديري عن معاني عظيمة، معاني الحرية والكرامة، وأن تنعم وأن تكون في حرمتك في بيتك لا يمكن لأحد أن يتخطاها، كل هذه المعاني. في المقابل ربما ظن النظام أو ربما يلعب على هذا الوتر، وتر البطاقة التموين التي أعادها إلى 1,800,000 من مستحقيها بعدما استبعدوا منها. هل الموضوع يختزل في بطاقات التموين؟ والله أخي هذه إهانة، إهانة لأهلي، إهانة لفقراء مصر. إحنا مش عبيد، ده العبيد بيتعاملوا بصورة أحسن من كده. هو يعني يظن إنه لما يطعمني من مالي، سبحان الله، معادلة قاسية، معادلة مرارة. أنا ما تعرفش أنا حالتي النفسية إزاي الآن، دي معادلة يعني إزاي أكلي تستخدمه ضدي عشان تذلني؟ ليه المصري يعمل في المصري كده؟ ليه فين الشرفاء في الجيش والشرفاء في الشرطة؟ ليه أبناء مصر يقبلوا المهانة دي؟ نعم، وصلت هذه الفكرة. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الموجود الدردير، رئيس مركز الحوار، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من مباشر مصر. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا. وسيحكم التاريخ علي وعلى أسري، قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ وأكبر معوق لحركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر. أرحب بضيفي، انضم إلينا الدكتور عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري. دكتور عادل أهلا بك. أهلا بحضرتك. دعا بالأمس الفنان والمقاول المصري محمد علي إلى التظاهرات اليوم الثلاثاء الساعة 3 وقت خروج الموظفين والمدارس والجامعات وغيره. كانت هذه دعوة بالأمس، وكان منتظر أن يكون هناك استجابة أو ربما توقعات باستجابة في الشارع المصري. كيف تبعت يعني أنه لم يحدث شيء من ما كان متوقع، أو كان البعض يتمنى أنه تخرج مظاهرات في الشوارع المصرية؟ من وجهة نظرك يعني كيف ترى هذا الأمر، وما هي الأسباب التي ربما أدت إلى غياب الناس اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، نرجع بس أسبوعين لورا، قبل يوم 29، حالة زخم كبيرة جدا، إحساس بيتداول عبر يعني منصات الإعلامية كلها إن محمد علي فيه وراه يعني قوة ما،
والقوى مادي منتظر نزول الجماهير في الشارع عشان تحسم الملف، حاجة شبيهة ب 30 يونيو يعني. والنموذج بتاع 30 يونيو ما حدش اتعور ولا حد اتأذى ولا حد دفع اي تمن، تمام؟ ويبدو وكان كان في حالة توتر في النظام بشكل ما، والسيسي مشي ساخات بعضه مشي من جمعة، فبالتالي الناس عايزة تعمل المشهد ده وتخلص، لانها وفي ضغط كبير جدا على الناس، تمام؟ فنزل يعني بعدد جيدة يوم الجمعة اللي فاتت وفي مناطق قبل المريقة يوم 20 سبتمبر. نعم. نزلت الناس لكن مش بعدد بالضخامة اللي تعمل تغيير، بس تعبير عن الغضب طبعا في حالة خوف كبيرة، والناس نزلت أبطال مفيش كلام يعني. ده معناه ان محمد علي ومن وراءه لو كان في حد وراءه ما عندهمش يعني قوة تتحرك على الارض، بدليل الناس العادية هي اللي نزلت يعني. ابتدى بعد كده الجمعة اللي بعدها دعا تاني، تمام؟ وانتظرنا ان يحصل تحرك كبير من القوة بتاعته اللي موجودة. فمعنى كده ان يوم الجمعة الاولانية عدد الناس الجماهير اللي عندها القدرة على انها تنزل في هذا الوضع الخطير الامني البشع اللي حصل فيها اعتقالات لألفين واحد كان قليل، كانش كبير. دي الجماهير العادية. الجمعة اللي بعدها منزلش حد كتير برضو، شوية مظاهرات صغيرة متنوعة، فدي الجماهير يبدو انها قد تكون منظمة بشكل ما يعني. فالجمعتين دول ادوا انشارة للناس ان الناس اولا الناس العادية نزلت حبس منها 2001، رقم كبير جدا في اسبوع 2400 وصل العدد زاد. وعندك يوم الجمعة المفروض انها الحشد الاكبر ويبان قدراته في الشارع، منزلش حد برضو، عدد قليل. اذا فالاتنين دول بيدوا مؤشر عند الجماهير ان الموضوع مش زي ما احنا كنا فاكرين، موضوع مش مجرد هننزل وناخد صورة ولا اللقطة اللي بتاعه ويحصل الحدوتة بتاعه 30 يوم، مش كده. فهنزل ليه؟ ايه السبب؟ ايه الداعي ان انا انزل يعني؟ هل انزل عشان اعتقل ولا عشان ايه؟ ايه السبب في نزولي؟ لان احنا قلنا قبل كده كتير جدا علشان تنزل بالجماهير بشكل كبير وقوي انت عندك لازم يكون في تنظيم بيحرك الناس دي عشان الناس تتحرك بشكل صحيح وحقيقي. التنظيم مش موجود، الجماهير تبتدي تقارن بقى. اي كل واحد هو قاعد ايه حجم الخطوره اللي انا هعملها. طبعا الناس بتفرق، في واحد لا يتحمل اي خطر ولا مخاطره، لا احد، في واحد ما يقدرش يتحمل مخاطره بيوم واحد لانه ببساطه بيجيب اكله يوم بيوم ليه ولاده، ما عندوش استعداد. ده 60% من المصريين على فكره او 50%، ما يقدرش هو ينزل يخاطر. انا ممكن اخاطر بيوم او اخاطر مخاطره قبل للنجاح، خلاص ولادي يعيش وانا اموت مش مهم، لكن ما اقدرش اخاطر بيوم واتسجن واروح انا من غير اي تمن يعني، مش ممكن يعني. وحتى الناس اللي عندها قدره على المخاطره نزلت، هي نزلت في الجمعه الاولانيه ويمكن نزلت في الجمعه الثانيه، لكن لان لا ده المخاطره اكبر بكتير جدا من احتمالات النجاح، فبالتالي بيتراجع. فهي المشكله كلها انت عشان تدعو الناس للجماهير مش بضروره تقبل. احيانا بستغرب جدا من اللي بيقول للناس خليكم بقى عايشين في اللي انتوا فيه، خليكم. طب ما هيعمل ايه؟ ما هو هينزل يتحبس. لازم لما يكون ينزل في الشارع يكون في حاجه بتحميه، سواء يكون في تنظيم يقدر ينزل اعداد كبيره جدا في الشارع تكسر القوى الامنيه، او يا سيدي حتى اللي متخيل ان 30 يونيو ده حل يبقى في فعلا حاجه زي كده. لكن ده ما طلعش الاولاني صحيح، الجمعه الاولانيه لم يكن صحيح موضوع المشهد التلفزيوني وانقلاب الجيش، والمشهد الثاني بتاع التنظيم اللي يقدر يحرك الشارع برضو مش موجود. طب انا هنزل ليه؟ فدي خطورة الدعوات. يعني تقصد انه درجة المخاطرة العالية جداً في الموضوع هي السبب الرئيسي في عزوف صحيح. الناس عن نزول الشارع. ممكن يكون في مخاطرة كبيرة وانزل في الشارع، بس اعرف ان في حق اولا نزول هيكون كثيف جدا، تمام؟ او هيكون في حل، او على الاقل هيكون في حل على المستوى البعيد، انا ممكن اعمل كده. لكن انت عندك وكلام ده لازم يحدث امتى؟ لما يكون في تنظيم بيقدر يحرك الشارع ويقدر يحميه ويقدر يتراجع، يقدر يناور مع النظام. لكن الاعداد من الكتل العشوائيه المتناثره دي مش ممكن تقدر تعمل الكلام ده، مش ممكن تخاطر المخاطره الشديده دي باعداد كبيره وفي مرات متتاليه، ما يقدرش. وهو شاف نتيجه الاسبوعين اللي فاتوا 2400 معتقل زي ما حضرتك قلت، والقصه بتطلع المعتقلين مؤلمه جدا، ناس ما لهاش اي علاقه بالموضوع كمان، مش اي علاقه باي حاجه، وبتتمسك وقبض على كل الكوادر اللي في مصر السياسيه، رؤساء الاحزاب والناشطين وبتاع. فالله انت بتكلمني عن مشهد قبل 20 سبتمبر ان السيسي خلاص والناس والشرطه والجيش معاكم ومصر مش عارف ايه، وللاسف ناس كتير دخلت في الهيصه دي والسيسي سافر والجيش الثالث اتصل بينا، وكلام حقيقه كان مزعج جدا يعني، كلام كوميدي زي بالظبط يعني. انا مش عارف احنا بنعيد اخطائنا ليه. في ظل المشهد المسرحي اللي اتعمل قبل 20 سبتمبر الناس صدقته ونزلت، ما لقيتش في حاجه. طب صدقك تاني ليه يعني؟ تتعامل معاك تاني ليه؟ مفيش اي مبرر يدعو كده.
وانا واذا كان في حد اخطا فمش الناس. عشرات الالاف اللي نزلوا يوم 20 سبتمبر دول ابطال ينزلوا في الظرف ده والخطر والضغط الكبير واللي حصل في السويس والمنصوره واسكندريه وبعض محافظات الصعيد، ده حاجه بطوليه. فالابطال طيب في مصر مش اللي كانوا بيضحكوا على الناس يقولوا لهم. يبقى عامه الناس مش هم الغلطانين دكتور؟ لا مش عامه الناس الغلطانين، على اللي صنع الصوره الذهنيه، اللي صنع الصوره الذهنيه ان خلاص الموضوع بس عايزين لقطه والموضوع يخلص. اللي بيرسم صورة غلط لتوازن القوة جوه مؤسسات الدولة المصرية وبيحاول يبين ان السيسي تحت ضغط، ممكن يكون تحت ضغط ما عنديش مشكلة، بس حجم الضغط ده ايه؟ وحجم الضغط لصالح مين؟ حجم الضغط لصالح مين؟ في قوة متنازعة طول تاريخ مصر، قوة متنازعة جوه النظام تستخدم الناس عشان يعني تحل مشكلتها. لكن فكرة الترويج انه خلاص النظام انتهى، هذا ترويج دي جريمة، مخدرات فكرية دي كما جريمة. يقال جريمة كاملة. أنا ممكن يعني ممكن في فرق بين محاولة توصيف المشهد ممكن نختلف عليه، يعني النظام ضعيف النظام قوي ممكن نختلف عليه. لما تتكلم على معلومات دي الخطورة بقى. لما تبتدي تقول معلومات اللي خلاص السيسي مشي، معلومة دي معلومة بتقول إنها مؤكدة، معلومة تانية الجيش الثالث مش عارف فين، معلومة رابعة هيطلع بيان كمان شوية، معلومة خمسة مش عارف مين شالت السيسي من على التويتر بتاعه بقى، دي معلومة. فكل دي الحقيقة حاجة محزنة جدا. وخد بالك احنا خدنا مصداقية، شوف المكسب اللي عمله النظام. قنوات اللي كانت في اسطنبول خدت مصداقية كبيرة جدا الكام شهر اللي فاتوا، صح؟ حصل ايه في الكام يوم الاخير ده؟ اتهزت الثقة جامد جدا. فانت خسرت يعني، شوف التراكم اللي بتعمله في اول اجهزة المية بتهزرش. انت اشتغلت ثلاث سنتين او من 2017 عملت راكم في الثقة، عملت راكم تراكم تراكم، مفاجأة بضربة واحدة خسرت جزء كبير جدا. عايز وقت كبير عشان تستعيدها تاني، وعايز تكون دقيق في كلامك، ما ينفعش كل كلمة تتعمل تتقال حتى لو اعلامي يعني. بس في مفروض في نمط طول الوقت على فكرة من بداية الاحداث دي، يا جماعة العسكر بيستمتعوا بخداع الشعب المصري، لو سمحت ان لما ننزل في الشارع نبقى مركزين على هدفنا، محدش يصدق. كل القوة اللي موجودة داخل النظام بتتعامل مع الشعب المصري كأدوات مش كطرف، أدوات للصراع مش كطرف. ومع ذلك دكتور عمرو، هل ترى بأن هذا الحراك ليس له أي مكتسبات؟ لا طبعا، 20 سبتمبر وحتى اليوم في مزايا طبعا. الحراك أولا حصل كسر الحاجز الخوف عند قطاعات من الناس، تمام. حصل أن بانت أن في صراع في أجهزة النظام ولازم نرزيه، لكن في خسائر، في 2400 معتقل. احنا عندنا 60,000 وكان الناس بقى لها 3 شهور عايزين نطلع المعتقلين، عايزين نطلع المعتقلين. طب اللي بيقول عايزين نطلع المعتقلين ده بيدفع بالناس في الشارع عشان تعتقل ليه؟ يعني انت بتزود نسبه المعتقلين ليه؟ اذا كنت عندك المشكله الاصليه ونتنازل ونضيع مش عارف ايه وندفع 5000 دولار، فاكر الكلام اللي قال من شهرين ده، عشان نطلع المعتقلين. طيب كانوا 100,000 بقى 2,000، يعني هل ده الهدف؟ يبقى لما تيجي تدعو الناس للنزول تدعو الناس للنزول انت مرتب النزول ده، وهو ده اللي احنا بندعو ليه. لازم النزول يكون مرتب، ما ينفعش تعتمد على انطباعات الجماهير عنك. في ما قوة في توازن. من يتحمل مسؤولية ذلك يا دكتور عادل؟ انا اعتقد يعني غياب مشهد ان يكون هناك منظمين لهذا الحراك. حاجات كتير طبعا. النظام بضرب القوى المنظمة في الداخل باشكالها المتعددة، نقابات جماعات احزاب، اضرب ما فيش رحمة. بالتالي لازم تنزل تحت الارض وتشتغل عشان تنظم نفسك، حيث لما تطلع تقدر تخوض الشارع. الخطوره في 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 الصوره الذهنيه المنطبعه عند الكثير جدا من النخب الموجوده في الخارج ان الحل الوحيد هو الانقلاب على الانقلاب، ما عندناش حل تاني. بقى لنا 7 سنين مش عايزين نخش في معركه حقيقيه. اسباب انا اعرفهاش، بس المعركة الحقيقية ان انت تبني التنظيم، تبني الشارع، تحاول تبني تنظيماتك وتبني الشارع وتدعو الشارع في مسار تاني خالص، مسار تثويري حقيقي. الناس مش عايزة كده. معظم اللي بيتكلم على انه عايز السيسي بايظ وفي شرفاء، السيسي بايظ وفي شرفاء، رسالتين الوحيدتين، السيسي بايظ وفي شرفاء، السيسي بايظ وفي شرفاء، دول رسالتين الجماهير محدش بيكلمها. كله انزلوا الشارع. ما مش هينزل الشارع، ينزل يعمل ايه؟ ينزل يتمسك؟ ينزل يتقتل يعني؟ ما انت لازم تقول له ينزل ازاي ويكون في حد بيديره. انا سمعته من بعض مساجد مصر، الناس طالعه من المساجد مستنيه مش عارف تعمل ايه، مستنيه حد يهتف عشان تمشي وراها. في حد لازم يدير الموضوع. يعني من في الثوره الفرنسيه سجن الباستيل ده من المقولات بتقال عليه ان في واحده قالت الى الباستيل، الناس مشت وراها. محتاجين لازم في قيادات على الارض، حتى لو واحد اتنين مش مهم، هم في انويه
تقدر تحرك الناس. لكن لو سبت الناس كده طبعا ما في، انت بتعامل دولة منظمة، ده قوى امنية وقوى معلوماتية واستخباراتية وجيش قصة، فانت هتطلع الناس قدامهم يعني مش وما عندهاش ولا قانون ولا بتاع، ناس تمسك في الشارع ومن بيوتها زي ما بيتعمل. فالصراع ده لازم نفهمه، مش عايزين نفضل على نفس الكلام. انت شوف طول الوقت تقول احنا هنعتمد على الصراع جوه المؤسسات، ايه بس هما طول الوقت اللي بيعملوه ده ما كانش في صالح الشعب، فانت هتعتمد عشان ايه؟ يحصل انقلاب على انقلاب. طب وانت زعمت 30 يونيو ليه؟ يعني ايه اللي مضايقك بقى في النموذج بتاع 30 يونيو؟ ده انقلاب عسكري، موافقتش عليه ليه؟ طب ما موافق على ده ليه؟ يعني هل الانقلاب هو الحل؟ طب متضايق ليه بقى من 30 يونيو؟ ما دام الجيش صاحب القرار دايما، هو اللي بيشوف الصح والغلط، خلاص اطلع انت من المعادله، ما تتكلمش بقى معاه، يعمل اللي هو عايزه. تمام؟ ففي حلول تانية، الحلول التانية دي لازم نشتغل عليها، لازم نشتغل على الحلول التانية. ازاي ازاي تقدر تخش صراع حقيقي؟ ازاي يبقى الشعب ده جزء من المعادله، مش كل مره يتلعب بيه ينزله الشارع ويغير هو يرجع يسجنه تاني. ما ده اللي بيحصل بقالنا 60 70 سنه في الحدوته دي. طيب اعود مره اخرى للسؤال عن المسؤول عن تنظيم الشارع على الارض. المسؤول عن تنظيم الشارع على الارض داخل مصر وخارج مصر الاثنين. اللي خارج مصر يقول كندا تعمل ازاي؟ شوف في خطين لازم الناس تشتغل عليهم. الخط الاول خط بناء التنظيم في مصر اللي يقدر يشيل الناس ويحرك الناس ويواجه النظام، علشان يعمل ثلاث حاجات. علشان يسيطر، يبقى هو انت في الاخر في معركه مع نظام انا اعتبره نظام احتلال، يعني احتلال بالوكاله. عندك مؤسسات بيدير منها الدوله، وعندك ارض مسيطر عليها، وعندك قوه مسلحه. دول الثلاث حاجات اللي بيسيطر بيهم على البلد. لازم تاخد منه المؤسسات وتسيطر انت على الارض وتحمي الناس من الجيش. ده ثلاث ملفات كبار جدا لازم نشوف نعملهم ازاي لو احنا عايزين نشتغل. خلاص، ده بالنسبه للقوى الصلبه اللي هتتكون التنظيم. طب والجماهير ازاي تخليها تعمل اضراب عام؟ ازاي تدفع الناس كلها انها تمنع، يعني تمتنع تماما بالتدريج؟ الكلام ده محتاج سنين. لو كنا اشتغلنا فيه من 2013 او 14 او 15 كان زمان قطعنا شوط فيه. لكن الحقيقه كان كل الشغل على اعمل يلا يعني خلصوا انتوا واحنا مستنيينكم. مش الكلام ده. فدول الخطين اللي اتعملوا من بره. جوه مصر محتاج كوادر تشتغل انها تبني الكلام ده تحت، يعني تحت. طب الأرض. دكتور عادل، الناس اللي خرجت، الناس العاديه اللي خرجت في الشارع فقط مجرد ساعه حدث كل هذه الاعتقالات واعتقالات من البيوت، كيف يمكن لهذا الشارع ان يعني يحقق هذه الاهداف التي تتحدث عنها؟ ما هو محدش هينزل الشارع، يعني التظاهر واحد من مظاهر الاعتراض لكن مش المظهر الوحيد. برضو من الحاجات الخطيره اللي الناس مصره عليها ان التظاهر هو اللي هيحل الازمه. التظاهر وسيله للتعبير عن الراي ولا يمكن يكون احد الادوات الفاعله في الثوره. التظاهر ما بيعملش الكلام ده. انت في 25 لو قعدت في التحرير 500 سنه ما كانش هيحصل حاجه. ايه اللي قلب المعادله في الاخر؟ اضراب العمال. اضرابات العمال هي اللي عملت مشكله للنظام وكان لازم يحل المشكله. لكن لو قعدت 900 سنه في الميدان ما خليك قاعد ما عندوش ازمه يعني. تمام. فالتظاهر مش هو الحل الوحيد ولا هو المفضل حتى في المرحله دي. يا العصيان والاضراب، العصيان والاضراب العام ده طبعا ده خط لازم الناس تمشي فيه. والخط الثاني زي ما قلت لحضرتك التنظيم عشان يقدر يحمي الناس ويقودهم يعني. فده دول الخط. الناس الكلام ده ما حدش قال انزل اتظاهر وباين وشك. ما هو برضه في مشكله ان انت كل ما تبني كوادر وتزود الغضب تطلع ناس تتمسك تعمل احباط للناس ونخش في السايكل دي ما بنخلصش منها. وبرضه فكره الميادين، الميادين دي ما انا مش عارف ايه اللي مسيطر على ذهن الناس ان ميدان التحرير هو الثوره. انا مش قادر افهم يعني، يعني ليه دايما ده في رمزيه يناير ربما؟ ما طيب ماشي خلاص خلينا في الرمزيات. ما هو الميدان، ميدان مثلا الوجود في الميدان، انا اقول ما يقوله اصحاب هذا الراي يعني ان هذا رمزيه يناير يعني. طيب ليس كلام. نعم. الميدان بقائك فيه من عدم يعتمد على قرار السلطه. يعني في يناير ثابتك رغم الدبابات كان ممكن تدوس على الناس، يعني ما فيش قصه، ما فيش مشكله. انت حاصل نفسك مساحه صغيره، هو عنده يعني ادوات اكتر للسيطره وعارف الارض وبتاع. في رابعه فرم الناس، ما فيش رحمه يعني. في 6 اكتوبر في 2013 منع الناس من الدخول بضرب النار، صح؟ بالموت يعني مئات يومين. فهو صاحب القرار، فانت مع نظام مجرم. هو برضه صاحب القرار، خد بالك يوم 20 سبتمبر خلاك تدخل. ليه بقى؟ هنشوف، مش عارفين يعني، صح؟ 27 سبتمبر منعك تدخل. يبقى هو صاحب القرار في الموضوع ده. يبقى انت بتدفع تضحيات بدون تبقى. فالميادين ملهاش علاقه بالثوره. الميادين ممكن تنزل فيها في الاخر تحتفل بقى، تعمل محاكمات، حر.
لكن الشكل ده لا يصلح في الظروف الحالية على الإطلاق الميادين. دعنا نشترك معنا الآن عبر الهاتف دكتور مختار كامل المحلل السياسي المصري. دكتور كامل أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور كامل. في البداية كيف رأيت تطور المشهد المصري من 20 سبتمبر وربما حتى اليوم؟ كان هناك دعوة لمحمد علي بالأمس والحقيقة يعني لا يوجد في الشارع ما يلبي هذه الدعوة. ده أحد السيناريوهات اللي كانت متوقعة. هو أول ما ظهرت دعوة محمد علي طبعا ومدى الاستجابة الشعبية الضخمة للكلام بتاعه ومشاهداته أدى ذلك إلى عدة سيناريوهات محتملة في الوقت ده، كان أحدها هو اللي حضرتك شايفه دلوقتي ده. هذا السيناريو هو أنا بسميه سيناريو الكر والفقر. أنت بتواجه سلطات يعني إجرامية في تعاملها مع الناس، في مدى إذلالها للناس ويعني بطريقة منحطة للغاية. نعم. الناس لسه برضو مش يعني حكاية 25 يناير الظروف اتغيرت، المسألة مستية زي ما مسألة انك انت هتقعد في ميدان التحرير بعدين ينزل لك الجيش ويقول لك الجيش والشعب ايد واحدة، المشهد اتغير. وكان في غموض، قال محمد علي وراه حد، وطبعا التكهنات ظهرت في والله دوران ناس من المخابرات العامة، لا والله دوران كذا، لا ده لوحده، الى اخر هذا الكلام. فكل هذا الكلام لا يعني ان المسألة يعني اتبطأ، انما يعني ان المسألة سوف تكون فيها كر وفر، وهو سيناريو معقول جدا. يعني حتى الان من وجهة نظرك دكتور كامل لم تفشل هذه الموجة؟ لا طبعا، لا طبعاً. من الحراك؟ لا طبعا لم تفشل. يكفي يا اخي اقل القليل، يكفي انه المهابة الزائفة اللي محطوطة على الناس ديت، كل واحد فيهم فاكر انه هو يعني ما ربنا ما خلقش اللي هو ضاعت. التهزيء اللي خده الاخ عبد الفتاح برضه ده كتير يعني، والست انتصار كتير، مش مساله بسيطه يعني. وانه انت عندك واحد بايفون راح يهز اجهزه الامن كلها واجهزه الاعلام ويبين مدى تهالكها ومدى العفن اللي موجود فيها، وده دي مش حاجات سهله. اما حركه الجمهور فحركه الجمهور هتيجي ان اجلا او عاجلا. الجمهور غير منظم، غير مدرك للمسائل، في تعقيدات مثلا انه في قيادات قديمه من بتاعه 25 يناير مش عايزه تنزل حتى لا تتهم بانها عايزه تنط على الثوره. في جيل جديد ظهر كان في 2011 كان عندهم 12 سنه، النهارده الشباب ده عنده 19 سنه، دول بينزلوا ما عندهمش خبره. كل هذه الامور هتتظبط وهتتصلح في وقت من الاوقات لسبب بسيط جدا، وهو ان شكاوى الناس ما انتهتش. الفت نظرك كمان للكلام الاهبل اللي حصل النهارده، قال الرئيس السيسي دلوقتي بيوقف الطعن بتاع مش عارف ايه بخصوص المعاشات عشان يصرفوا معاشات. ده انت كنت اول امبارح قاعد تقول لا وبتاع، والمحكمه امرت بصرف المعاشات وانت بتعترض، ايه اللي خلاك يعني تغير فجاه؟ بالظبط زي اسمه ايه ده الاخ المرحوم بتاع تونس لما جه في اخر لحظه وقال لك فهمته. نعم. فهو بيحاول دلوقتي التنازلات، هذه التنازلات تدل على انه مختل، وده يكفي في المرحله الحاليه. طيب سأعود لك يا دكتور مختار كامل، اعود مره اخرى دكتور عمرو عادل. دكتور عمرو، كيف تقيم ردة فعل النظام منذ 20 سبتمبر وحتى الآن، الذي بدأ باعتقالات ثم حدثت انفراجة، بعض الإفراجات يعني إفراجات عن بعض الناس، بعض النشطاء، ثم تحدث اليوم عن تراجع وحتى لو يعني بشكل نسبي فيما يتعلق ببطاقات التموين، المعاشات، يعني اختصار التراجع على هذه الأمور البسيطة؟ شوف هناك في فرق بين التراجع وبين التهدئة. أنت بتتراجع لما بيكون في ضغط عليك كبير، ضغط حقيقي، تمام؟ فأنت بتتراجع قدام الضغط ده، لكن لما بتحس إن في مشكلة قد تنتج لاحقا بتبتدي تهدي الأمور، بتطلع قطاعات أو بتعمل نوع من تهدئة المجتمع ببعض المزايا.
زي المعاشات وغيرها يعني. فبيهدي احتمالات خروج الناس وبيقلل الضغط على الامن عليه، لان الناس في الشارع برضو كتير، هو ما عندوش استعداد يلاقي فيه مليون واحد في الشارع، ما عندوش الكلام ده، فلازم يعمل ضغط امني زي اللي بيعمله اعتقالات وبتاع، حس يزود الـ 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 الكتل اللي مش ممكن تنزل، يزود حجم الكتل اللي بتخاف في الخوف يعني، ويقلل الحجم اللي ممكن يتعامل معاه. بس الكتل دي مضغوطه ممكن لحظه تنفجر، فبيعمل عمليات تهدئه بيها بشويه معاشات، شويه فلوس، شويه البطاقه تموين. فدي طبعا ما اقدرش اقول عليها تراجع، لان ما كانش في قوه ضاغطه عليه الا لو كان في حاجه جوه النظام احنا مش عارفينها. لكن ما حدث في الشارع لا يعبر عن ضغط، يعبر عن في حاله توتر، فهو بيهدي التوتر بالامور دي. والسيناريو ده سيناريو طبيعي، كل انظمه بتعمل كده لما تحس بضغط. بس في فرق بين الغاء مثلا حصل في 77 ودلوقتي. يعني في 77 سميه ضغط صح كبير، فهو بيتراجع على القرارات، لكن دلوقتي ما فيش كلام ده، ما حصلش حاجه زي 77 والبلد فلتت، ما حصلش، ولا 28 يناير ولا 16 اغسطس ولا غيره. تمام، فهو بيعمل عمليات تهدئه، وده طبيعي بيحصل طول الوقت في اي نظام بيحاول. لكن القضيه والخطوره ان النظام فعلا نظام فاسد، يعني دي كلها حاجات مسكنات مرحليه هتروح ويختفي اثارها في وقت من الاوقات. طب هرجع للنقطه دي لدكتور مختار كامل. فكره هذه النوعيه من التهدئه كما سماها دكتور عمرو عادل، هل يعني سيكون لها جدوى مع الشارع؟ هل تهدئ فعلا من غضب الناس؟ فكرة التموين، بطاقة تموين لمليون وثمانمائة ألف، فكرة المعاشات أو غيره. هل ده يهدئ الشارع يعني أو يهدئ الناس؟ شوف هنا دور الناس اللي زي محمد، دور وسائل الإعلام بتاعت المعارضة انها تبين ان الكلام ده كلام فارغ، لانه الاخ السيسي اول ما جه قال لك انتوا نور عينينا، وقال لك امروني، وقال لك ده انتوا ما فيش منكم و الى اخره، ولما تمكن شوف عمل ايه. فده لازم يبان، لازم يظهر للناس، بحيث انه الناس تبقى فاهمه ان ده كلام فارغ، وده يعني هما كده بالبلدي مستعيلين الناس، فاكرين الناس دي حمير. فدور كل انسان مخلص مساله هو يوضح هذا الكلام، وارجو ان هذه التوضيحات ما تكونش مصبوغه بصبغات ايديولوجيه حتى لا يقع تاثير. احنا هنا بنتكلم عن قضيه شعب، وهذا الشعب هو شعب مصري دون اي طائفيه. شكرا. طيب دكتور كامل، دلالات انه النظام يتخذ مسارين يبدوان متناقضين بشكل كبير، فكره اعتقالات وفي نفس الوقت تهدئه بهذه النوعيه من التهدئات، فكره التموين والمعاشات وغيره. بالعكس، ده دول طريقتين متكاملتين تماما، بمعنى كل منهما تكمل الاخرى، دي العصا والجزر. انا اللي هينزل فيكم هقطف رقبته وهبهدله وهجيب اخواته وبهدلهم، يعني هشبح. وفي نفس الوقت لا، ده انا الاب الرحيم اللي فدي وزير مش عارف التموين ولا ايه، ما عرفش ده جايبينه منين، بيقول لك احنا بننظر للشعب نظره باين مش عارف استحسان، باين ولا احسان، نظره احسان. بينظر للشعب يا ابني، يعني انا مش عايز، ما بحبش اشتم، لكن هذا البني ادم الحقير، الشعب ده يا ابني هو اللي جابك وهو اللي رباك وهو اللي بيصرف عليك، انت من غيره ولا شيء، بدليل ان انت حتى وصلت الوزير وانت حمار. يعني فالاجابه على سؤال حضرتك، هذان المنهجان متكاملان تماما، العصا والجزره. نعم، ذهب المعز وسيفه. شكرا، وسط الفكره دكتور مختار كامل المحلل السياسي المصري. مشاهدينا فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر. أعود أرحب بضيفي دكتور عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري. دكتور عادل أهلا بك. أهلا بك. بعد تدخل السيسي بنفسه في التموين ومستحقي التموين، وإرجاع بعض من مستحقي حوالي 1,700,000 أو 800,000،
رئيس ما يسمى بالبرلمان علي عبد العال يتحدث عن إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في المرحلة المقبلة ويبشر يعني الشعب المصري بذلك. كيف يمكن فهم هذه التصريحات من علي عبد العال بغض النظر طبعا عن هتلر، هنيجي عليه ووصف السيسي تقريبا أو تشبيهه بهتلر بشكل غير مباشر، يعني كيف تفهم فكرة أنه رئيس البرلمان يتحدث عن إصلاحات سياسية واقتصادية؟ شوف، هو من بداية الانقلاب العسكري هو بيحاول يعمل أحزاب تدين ليه بالولاء، يعمل منظومة سياسية معارضة تبع، وقال يعني هي جزء من الدولة المعارضة، يعني هو صحيح بس تبقى معارضة بجد مش تبقى جزء من النظام الحاكم يعني. فالقصة دي فشلت، يعني عبد الناصر عمل الاتحاد الاشتراكي والتنظيم الطليعي وكان هو الغطاء الشعبي السياسي ليه، وسالت عمل الأحزاب اللي موجودة، ومبارك كان ليه توازنات مش بطالة في إدارة العملية الحزبية وبيسيب مساحات والنقابات وهكذا، لغاية لما جه في الآخر قفل الموضوع كله. هو السيسي من البداية كسر، أصل الأحزاب دي بتطلعش بقرار، لازم تكون في ناس وقواعد شعبية واختيارات وتوجه هيدولوجي، حاجات كتيرة، مش شوية ناس هيتجمعوا في مقر يعني. فبالتالي هو فشل في الموضوع ده، فدي محاولة تانية، وأنا أعتقد برضو أنها محاولة للتهدئة، فكرة الحلول السياسية محاولة لتهدئة الأمور عشان يعدي فترة ما هو شايفها حرجة وحاسس بخطر، هو مش عارف جاي منين، عايز يقضي عليه. لكن طبيعة النظام السياسي في مصر ما عادش تتحمل إصلاحات فعلا، ما تقدرش تقبلها، تقبلهاش، ما تقدرش تعيش بيها. لماذا؟ شوف حضرتك، كل نظام ليه عمر يعني، عشان ولازم يطور نفسه عشان يعني يعيد شبابه مرة تانية، في كل الدنيا كده تمام. والنظام الأنظمة المستبدة عمرها قصير، الأنظمة إلى حد ما فيها درجة من توزيع السلطة وبتاع بتستمر فترة أطول، دينا شوف شايفين في الغرب في مشاكل كثيرة جدا لأن الأنظمة عمرها طال، حتى لو أنظمة يعني تبدو مستقرة أو تبدو ديمقراطية لكن لازم دائما يحصل تغيير وتطوير في طبيعة النظام. عندنا في مصر نظام مستبد ولا يتغير، ولو تغير تغير بالسالب، عدى النقطة الحرجة اللي يقدر يصلح فيها نفسه. أعتقد حالة استبداد جنوني، طبيعة الأفراد جوه المؤسسات نفسها ما عندهاش قدرة على، يعني دلوقتي أمن الدولة تقدر تصلحه الناس اللي فيه؟ مستحيل، هما خدوا كاركتر شخصية وطريقة تعامل مش ممكن تغيرها. هل ضباط الجيش تعرف تقنعهم تاني بذات القيادات إن مصر دي بلد المصريين مش بلدكم؟ مش ممكن طبعا، خلاص دي بقى تعقيد عندهم. هل تقدر تقنع القضاء إن العدل شرف ليه؟ ولا مفيش طبعا، خلاص هو بقى نماذج موجودة جوه الدولة. التركيبة دي لا يمكن تنتج حاجة جيدة حتى لو حاولت على فكرة، وكان عندها صدق إنها تحاول، زي واحد مثلا عنده مثلا يعني سرطان الدرجة الرابعة وداخل ماراثون، هو عايز ينجح في الماراثون، نفسه ينجح بس مش قادر، مش هيقدر، ولا صحته ولا طاقته ولا إمكانيات تسمح له كده. فدي طبيعة النظام المصري. فهو يعني حتى لو في رغبة حقيقية للإصلاح نتيجة ضغوط عليه هو مش هيقدر يعملها، فهيبقى دي محاولة مؤقتة بس عشان يعدي مرحلة الخطر اللي هو مش شايفه أو حاسس بيه إن في مشكلة وعايز يصلحها، وأول ما يعديها هيمشي تاني في نفس المسار، ما عندوش القدرة دي. فاللي حصل دلوقتي هي محاولة للتهدئة كمان، مش أنا أعتقد يعني أنها مش رغبة حقيقية في إصلاح حياة الناس، دي محاولة للتهدئة علشان يعدي مرحلة ما هو قلقان منها، وبعد كده هيكمل الموضوع بدون أي مشكلة، لأنه دلوقتي في قوة هو ممكن تكون تشتغل ضده وعمالة تسخن في الشارع، فهو عشان يعرف يشتغل قوة داخل النظام نفسه ربما، يعني ده اللي باين الحقيقة، يعني لأن هو ما بيخافش، بقاله 6 سنين مش خايف من الناس خالص، بيموتهم ويحطوهم في السجن، فهو خايف من القوة دي ومش عايز الناس تخش كطرف، فبيعمل تهدئة بحيث يعني يخلي المعركة مباشرة بينه وبين القوة دي من غير الشارع، فبيعمل الحاجات دي وإن شاء الله هتبقوا نور عينينا تاني. يعني عمرو أديب طالع يقول هتاخدوا عين الدولة تاني، ده فكأننا بنعيد نفس الحدوتة كل شوية مع أي مشكلة بتحصل داخل النظام. أنا الحقيقة شايف إن الأفضل إن نسيبهم يولعوا في بعض الاثنين، يعني إذا كانت في قوة متصارعة فعلا نسيبهم يحرقوا بعض، وخلي الناس تشتغل في المسارات اللي احنا قلنا عليها قبل الفاصل، علشان في لحظة ما لما الاثنين دول يتكسروا إن شاء الله قريبا، يعني الناس هي اللي تقدر تحمي البلد بدل ما يحرقوا البلد ويحرقونا معاهم. ربما طبيعة الناس اللي خرجت في الشارع خرجت بعد كشف عمليات فساد وعمليات نهب،
ليس الموضوع موضوع يعني سياسي بشكل كبير، ليس موضوع حزبي، الموضوع متعلق بالعيش أكثر منه شيء آخر. ربما فكرة التهدئة من هذا النوع معاشات، ربما تخفيض أسعار، ربما كما قيل حول أسعار الوقود وغيره، في موضوع التموين الذي يصل للبسطاء، هل ده يهدئ من الشارع؟ بما أنه ربما الناس اللي خرجت الأيام الماضية كان يهمها فكرة موضوع الفساد. مع هيك احنا عشان تتكلم عن الشارع لازم تقسمه، نقسم الشارع يعني في طبقات مطحونة تماما ما عندهاش استعداد انها تتكلم في السياسة ولا تسمعك اصلا، بالرغم من الحقيقة ان رغيف العيش حاجة بتشوفه ده اللي بتتكلم عنه اللي هو يدوب واحد افقر واحد ممكن ياكله في عشان يسد جوعه، ده هو عبارة عن عملية اساسية. انتاج رغيف العيش ده هو عملية اساسية من بداية الرئيس لغاية اقل لغاية الخباز اللي بيخبزه، تنظيم الكلام ده سياسة تمام. فالرغيف اللي بيطلع لحضرتك في الاخر هو نتيجة عملية سياسية اصلا تمام، لكن هو مش فاهم الكلام ده مش وفعلا مش مضطر يسمعه. انت هتقعد تقول لي بقى سياسه وزفت مش قصتك، انا عايز اكل واكل عيالي. فده قطاع من المصريين ده بيتعالج باللي حضرتك بتقول عليه، اديله شويه تموين قللوا الضغوط بتاع المشكله كلها في الطبقه الثانيه اللي هي الاعلى شويه اللي هي بتعاني معاناه كبيره جدا عشان تقدر تعيش بشكل جيد وعندها بعض القدره على الحركه. دول اللي بيتخوفوا بالاعتقالات اللي تحت دول بيتحل مشكلتهم ببعض الامور، والطبقة التانية دي زي بقى العمال والمدرسين والدول دول عندهم قدرة شوية مرونة يعني، دول بيتخوفوا بالاعتقالات بالضرب والقوة والعنف يعني. فدول الخطابات المختلفة، عشان كده بنلاقي أداء مختلف من نظام تقول بيعتقل دول وبيدوا دول ميزات تمام صحيح ده اللي بيحصل فعلا. فدول وفي الطبقة التانية بقى الطبقة الكبيرة اللي معاها الفلوس والثروة وبتاع ومن يحميهم من يعني البرجوازيه الطبقه المتوسطه العليا يعني، دول دول مع النظام طبعا لان واحد بيحقق مكاسب مش عايز يستغنى عنها ولا يعملها. لو حصل خلل في التوزيع في توزيع الثروه وحصل مشاكل بيحصل بقى مراكز قوه، وده اللي احنا يمكن شايفينه دلوقتي لان الجيش خد وعدد صغير منه كمان خد كل الفلوس وكل المصالح وكل القوه، فبقيه المجموعه في الطبقه دي عامله مشاكل وهي دي اللي عامله الصراع معاها. لكن انت بتتكلم على الطبقة البسيطة اللي هي الطبقة الأولى اللي تحدثت عنها دكتور عادل، حسب الإحصاءات وحسب التقريب تحدث على أقل تقدير 50%. على 35% تقديرات يعني، وهناك تقدير ب 60% 60% تحت خط الفقر. نعم يعني هذا ليس عدد بالبسيط. نعم ليس عدد بالبسيط، والحقيقة دي مشكلة. علشان كده دايما احنا بنأمل في بناء التنظيم مش على القوة دي، القوة دي هتبقى هي القوة الجبارة اللي هتتحرك معاك لو حست ان في امل. الملايين اللي هتنزل معاك في الشارع لو حست في امل هتبقى معاك وبمنتهى وبكل ما تحتها بحياتها، لانه ما عندوش هو يا يموت يا يعيش تمام. فلو مات وفي تمن ان ولاده يعيشوا كويس هيعملها، ما عندوش مشكلة، لكن ما عندوش قدرة يتحبس، ما عندوش الرفاهية دي مش عنده، ولا يتقتل بفشوش يعني ولاد يعني اللي بعديها يتبادله. فدايما الامل في القطاعات اللي هي الطلبة والعمال، دول القطاعين اللي عندهم قدر من المرونة وقدر من الثروة او يعني عندهم اللي يقدر يعيشهم وعندهم قدرة على تنظيم وقريبين من بعض في اماكن عملهم وفي ارتباط عضوي بينهم، فدول اللي يقدروا يبنوا اللي احنا بنتكلم عليه اللي هي في الطبقة الوسطى الدنيا يعني ان صح التعبير اللي هم عندهم يعني يقدروا يعيشوا. فدول اللي احنا دايما بنراهن عليهم يعني انهم يقدروا ينتجوا الفعل الثوري، ولما لو قدروا يعملوه 60% دول معاهم قولا واحدا يعني مش هيسيبوهم ابدا. واحنا شفنا الكلام ده في سنه 77، ده اللي حصل في 77 وده اللي حصل في 2016 في 2013 16 اغسطس لما في قوه قدرت تنزل في الشارع تبقى منظمه وتتحرك مصر كلها كتراها. انا لم اشهد يوم ودايما انا اليوم ده اصلي بيرد على ناس كتير، ناس لا الشعب المصري ما يقدرش، الشعب المصري مش عايز، الشعب المصري ما مالوش في الحدوته دي، ما يقدرش يعمل الكلام ده. لا قدر في جيل السبعينات وقدر في الجيل اللي احنا عايشين فيه بعد 30 سنه او 40 سنه من اللي يعني كان كل جيل بيسلم جيل، وعمل قبل كده في الخمسينات. فاحنا ليه مصرين وفي سنه 19 عمل الكلام ده؟ يعني كل جيل في لقطة عملت الكلام ده. فليه بنقول ليه بنقول له ما بينفع ما يرضاش يعمل ولا ما يقدرش؟
هو الحقيقة عدم القدرة من القيادة اللي موجودة. 70% من أي فعل لازم يبتدي بالإرادة، إرادة إن أنت تعمل الكلام ده وتقدر تعمله، إرادة وثقة، بعد كده الأدوات بتتعمل يعني. طيب خلينا نرجع لكلام عبد العال، لأنه في تفاصيل معينة خاصة ربما انفتاح يعني وإصلاحات كما يسميه. أكد عبد العال أنه ستكون هناك وقفة شديدة ضد الحكومة، قائلا لن نترك الشعب ومصالحه ولن نسمح لكل المسؤولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية، وعليهم أن يتحملوا المسؤولية وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم كثيرا. لا من كلمة كثيرة. يحنوا دي وسمعناها أصلا من 6 سنين. لم يجد من يحنوا عليه في البيان الكارثي اللي طلع يوم 1/7. فكلمة ما أنا مش عارف برضه يعني. لا هو بيتكلم عن وقفة شديدة ضد الحكومة، وإن الحكومة والمسؤولين لابد ألا يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية. ما أنا ما أعرفش يعني أبعال ده الشخص اللطيف ده يعني اكتشف دلوقتي إن في مشكلة، أنا ما مش قادر أفهم يعني إيه المتغير اللي حصل اللي خلاه اكتشف إن في أزمة في مصر وإن الناس يعني متبهدلة مش لاقي تاكل. إيه هي المتغير إيه اللي حصل يعني؟ حصل الزيادة مثلا كبيرة في الأسعار مرة واحدة، ولا اكتشفوا ان الوزراء حرامية وان ضباط الجيش حرامية؟ اكتشفوا كده ولا احنا عارفين الكلام ده؟ على فكرة الكلام اللي قاله محمد علي 80% منه تقال قبل كده، قاله بطريقة مختلفة بشكل مختلف، حصل له دعم ما مش مهم، مهم ان الكلام ده معروف مش غريب يعني. فايه التغيير اللي حصل عشان فجأة كده يحصل كمية طوفان الحنان اللي طالع من المجلس الشعب والحكومة؟ مش ده اللي كان بيدعم في كل مرة بيدعم اكنه جزء من السلطة التنفيذية وبيطلع؟ مش دي المجلس الشعب اللي مضى على ربخ مش عارف كام الف قانون اللي كان عمله السيسي قبل ما يحصل انتخابات مجلس الشعب؟ فاحنا برضو تاني ياريت يحقق اي استفادة للناس ولو اني اشك يعني، لكن احنا مش عايزين نروح ونيجي زي السوستة مع اي كلام بيتقال. وده الفرق بين الناس اللي عايزة تنتج عمل حقيقي على الارض وبين الناس اللي عايزه تشارك في السلطه. انت لو عايز تشارك في السلطه اي مفتاح لك ساعه بتقوم داخل فيه على طول. انا معاك يا معلم، معاك في اي حته، معاك في اي حاجه، بس قول لي بس شاور لي يعني. زي ما شفنا يعني يعني تخيل محمد زكي مثلا المجرم وزير الدفاع اللي كان اللي يعني خان دكتور مرسي الله يرحمه رئيس الجمهوريه، كان قائد الحرس الجمهوري، قائد الحرس الجمهوري وقبض عليه، ده مجرم. واللي شهد عليه في احد القضايا، والمجرم اللي وزير دفاع دلوقتي، والناس تقول لك بس ما اصل احنا يعني عفى الله ما سلف عشان بس ايه يحركني. ده ايه يعني؟ افهمه ازاي؟ افهم الكلام ده ازاي؟ براجماتيك؟ لا ده مش براجماتيك، لا ده الكلام ده بعيد خالص عن الكلام ده، ده مش صحيح. هل تتوقع ان يكون في اكباش فداء في المرحله الجايه؟ حسب الصراع، حسب شكل الصراع ودرجته وموازين القوى واذا كان في صراع ولا لا، ممكن كل تحليلاتنا تكون غلط، لكن هو في الغالب اي نظام استبدادي بقى تحصل فيه يعني نقاط قوه او مراكز قوه مختلفه، ودايما في تغييرات سريعه يعني. شوف انت حجم التغييرات اللي حصلت في قيادات الجيش في الست سنين اللي فاتوا كتير جدا، لان هو ما يقدرش يخلي حد واحد يقعد مره اكتر من فتره معانا عشان ما يبنيش شبكات القوه فبيغير على طول. ففكره التغيير برضو احنا بناخدها كانه في خناقه وصراع. لا هو طبيعي وحقه يغير، وحتى لو في صراع يعني. بيثبت اركانه، بيجيب الناس. اولا واحد لسه طالع من تحت صغير بياخد ميزات جامده جدا، مثلا لواء في قائد بتاع خليه رئيس اركان قوات مسلحه، قصه جامده جدا. على بال ما يبتدي يحس بنفسه ويملى المساحه بتاعته يكون ايه غيره جاب حد تاني وهكذا. مش مهم البلد، مش مهم الجيش، مش مهم اي حاجه، المهم يعني يحافظ على توازنات القوى في ايده. حصل خلل فيها، ربما حصل خلل فيها الفتره اللي فاتت، هي شكله ايه وطبيعته مش عارفين، مش عارفين ايه اللي بيحصل، احنا بنحاول نفهم من الصوره يعني. اختم معك دكتور عادل، هذه الموجه التي حدثت هل تعتقد انها تكون نواه لموجه اخرى قادمه؟ ما هو تعبير موجه محتاج حضرتك وصفته موجه اعلاميه صح؟ يعني موجه ثوريه؟ يعني هي موجة إعلامية، ويعني في جزء منها على الأرض، ما حدث يوم الجمعة مثلا قبل الماضي. هل تقدر تسميها موجة ثورية ولا احتجاجات في الشارع؟ حراك بأي شيء. تمام، فهي يعني عشان نكون دقيقين في اللفظ، لو تكرر المشهد ده تاني ممكن تحصل احتجاجات تاني، ممكن تحصل احتجاجات تاني، بس هذه الاحتجاجات لن تنتج فعل ثوري إلا إذا
كان النظام في ضعف شديد جدا وحصل تصادم بين قواه تمام ادى لضعف شديد، فبالتالي الناس لو نزلت وكملت نزول ممكن بعد فتره تنتج موجه ثوريه. طيب احنا هدفنا بس اكمل الحته دي بعد اذنك دقيقه كمان، القوه يبقى احنا في خطين لازم نشتغل عليهم، ان انت قوى النظام دي يفتتوا في بعض وتحاول تقلل القوه بتاعتهم على قد ما تقدر، وفي نفس الوقت ترفع من قوه الشارع. رفع قوه الشارع عشان تقدر تعمل الكلام ده ويقربوا من بعض عشان تقدر تنجح، ان يكون ناتج ان انت تبني تنظيم في الشارع وتدفع الناس للعصيان المدني والاضراب العام. شكرا جزيلا دكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي والمجلس الثوري المصري، كنت معنا من هذه الحلقه من مباشره. شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعه، وحتى نلتقي في امان الله. ثانية جاية أعداد هزيرة برضو جاية في على الأرض من البشر كده في الاتجاه برضو وسيحكم التاريخ علي وعلى أسلم. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح أو هل في واحد مصيب بطلقة رأس من عندنا؟ كان وأكبر معوق لحركة ألف يشبه 3-7 ألف قتل مش دولة حقيقية.